سلبية. يا جوناثان ينقل الكرة في مكان جيد، ماتشادو عرضية، جول! كرة لكنها ورا جورجي سيلفا، يقف عليها جورجي، يغير في اليمين، الاثنين حافظين بعض، كانوا بيلعبوا مع بعض في نفس النادي في مالطا. تسديدة حلوة ولكن عصام تعود سريعة بالنسبة للباطن من جانب ماتشادو تينجا، يغير باتجاه اللعب تماما، خطيرة لجوناثان. هنالك لقاء أخير يجمع مع الفيحاء بالجولة الأخيرة بعد موسم ضمن من خلال البقاء استلام في غاية الروعة. لاعب مبدع، هذا لاعب عنده فكر آخر، عنده فكر عالي.